اليوم وقفنا وقفة رجل واحد فهمتني الكونيكت والويتيكا فهمتني على أساس فهمتني باش نقولوا لا لكراش شروط قابل للتأويل وطالبين كراش شروط معناها ليه قراءة واحدة فهمتني ما فيهش لبس فهمت وما يخليش أنه الشركات كراء السيارات اليوم تعاني من محاضر التعسفية اللي معناها قاعدة تصير لها في الطرقات بالنسبة للحرفاء متاعها ويلزم نهائيا نراجعوا كراء الشروط هذايا ونصلحوه حتى العاملين بال في قطاع كراء السيارات يجموا يخدموا مرتاحين وعون أمن يخدم على روحه مرتاح. اليوم قايمين بوقفة احتجاجية باش نوصلوا صوتنا لوزارة النقل ووزارة الإشراف للمشاكل اللي عانيوا فيها القطاع مدة سنوات وتوصلنا الشركات وصلوا الإفلاس وصلوا التهميش كبير. عندنا مشكلة الغلاء السيارات نحبوا طالبين صوت الإشراف نتاعنا باش تعاوننا مع وزارة التجارة خاطر السوا نتاع الكراع قاعدين يغلوا برشا. التأمين مشكلة التأمين مشكلة مشاكل عندنا السوق ما يتحملش 500 شركة هم يحبوا يزيدوا يحبوا يسهلوها باش يدخلوا شركات أخرين معناتها تدخل شركة تفلس شركة ماهيش تفسير آخر. النقل احنا باتصال دائم مع المديرين الحق يتفهموا الوضع ولكن ما ثماش رياكسيون. تو الحل الوحيد هو السيد الوزير ياخذ قرارات لازمة قرارات لازمة. أنا بصفة سلمية كما تشوف العباد جايين من كل بقعة من بعيد فهمتي خلوا خدمتهم ما نجيبش عملوا قراب احنا دين خدمتنا فهمتي وقفة باش وصلوا صوتنا لوزارة النقل إن شاء الله يتفهمنا مرضية. عملنا معاه جلسة عمل يا دوزون مالوريزمون يا با يو بوكو دو سويت دو لا بار دو سون ادمينستراسيون دونك نحاولوا اليوم إن شاء الله يسمع صوتنا ويتفاعل معنا.